يمكن في خبر برضو من الأخبار اللطيفة واللي تدعو للتفاؤل والأمل. في الحقيقة النهاردة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعني أصدر الملخص الشهري لبيانات التجارة الخارجية عن شهر إبريل السنة دي، شهر إبريل 2010. عايزين نقول لحضراتكم بقى الأرقام بيقولوا لنا إيه، إن بلغت قيمة الصادرات 12.5 مليار السنة دي في شهر إبريل السنة دي، مقابل بقى السنة اللي فاتت في التحديد برضو في شهر إبريل كان 10.5 مليار، يعني بنسبة قدرها تقريبا 19.3%. البيان أشار أنه الارتفاع في قيمة الصادرات من السنة اللي فاتت للسنة دي كان بسبب أنه في سلع زي منتجات البترول والبترول الخام والملابس الجاهزة والسجاد ابتدت يبقى ليها دور كبير في صادراتنا للخارج. السجاد ابتدى ياخد يعني من أعلى المراتب في الصادرات، في نفس الوقت الملابس الجاهزة ابتدت تبقى ليها إقبال على المستوردين. أعتقد دي كلها حاجة كويسة، لكن في الحقيقة اسمحوا لي أقول حاجة، يعني أنا سعدت بالخبر لكن في نفس الوقت قلت لنفسي ده مش كفاية، مش كفاية. يعني احنا كنا نأمل، احنا كمصريين عندنا حاجات كتير جدا، عندنا مشغولات كتير، عندنا صناعات كثيرة جدا، احنا لو احنا اهتمينا بها اكتر، احنا كمصريين مش هتكلم عن الحكومة، لو احنا اهتمينا بشغلنا اكتر ممكن نصدر اكتر، وده العائد ده مش هيعود على الحكومة، ده هيعود علينا احنا. كل نتيجة الصادرات دي بترجع للشعب المصري. عايز أقول لحضراتكم وزير الصناعة كان عامل خطة وأعلنها هنا حتى في مصر النهاردة في أكتر من لقاء لمضاعفة الصادرات خلال 4 سنوات. أعتقد أن ده يعني إنجاز ممكن يبقى كويس، لكن في نفس الوقت اسمحوا لي أقول إحنا مصر عندها إمكانيات كثيرة جدا وعندها أشياء كثيرة يجب أن نستفيد من صادراتنا للخارج. يجب أن يكون عندنا مشروع قومي للصادرات. معرفش نعمل إيه، بس فكرة إن إحنا يبقى عندنا مشروع قومي نعمله ونحاول نصدر منه للخارج، أعتقد ده ممكن يجيب نتيجة كويسة في المستقبل. عايزين نقول لحضراتكم في